هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى دولة قطر الشقيقة. لدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يرافقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفد الرسمي المرافق من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين. كان سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بدولة قطر الشقيقة في مقدمة مستقبل بلي سموه حفظه الله، وسعادة السيد صالح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة رئيس بعثة الشرف. هذا وقد جرت لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مراسم استقبال رسمية. السلام الوطني لمملكة البحرين. سلام. بهذه المناسبة أدلى سموه لدى وصوله دولة قطر الشقيقة بالتصريح التالي: يسرنا القيام بهذه الزيارة الرسمية إلى دولة قطر الشقيقة، حيث ألتقي أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. إن علاقاتنا مع قطر الشقيقة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية عبر الأجيال، وهي تتكامل مع أطر العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك. تأتي هذه الزيارة في ضوء حرص حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تعزيز العمل المشترك مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فلتبادل الزيارات بين الأخوة أثر محوري في تعزيز التعاون والتنسيق على كافة الصعد السياسية والتنموية والاقتصادية، وكذلك صوغ التفاهمات حول سبل التعامل الفاعلة مع أي تحديات أو ظروف تمر بالمنطقة.
كما أن قيامي بهذه الزيارة بعد عدة أيام من زيارة صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للدوحة، تأتي تأكيدا على علاقاتنا الوطيدة والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق لما فيه صالح بلدينا وشعبينا الشقيقين، ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه تقدم بلدينا وخير وصالح شعبيهما الشقيقين. هذا ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد، معالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لولي العهد، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سعادة السيد خالد بن عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان سمو ولي العهد، سعادة السيد عصام بن عبد العزيز الجاسم المدير التنفيذي للمراسم بديوان سمو ولي العهد، سعادة السيد ناصر بن فارس القطامي القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين بدولة قطر الشقيقة.